نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هل الجزيرة، أولا ما معنى الجزيرة؟ وهل هو هذا الحكم للحاكم أم للناس بغير إذن الحاكم؟ أرجو التوضيح حفظكم الله. هذا يتعلق بالحاكم ولا تتدخلوا فيه، لأن هذا خطاب للحاكم، لأن الصحابة لم يخرجوا اليهود والنصارى، وإنما أخرجهم الخليفة عمر بن الخطاب لما قوي الإسلام أخرجه. هذا راجع للحاكم، وهو اللي يسأل عن الجزيرة وحدود الجزيرة. أنتم مشتبون بهذا. نعم. يقول فضيلة